أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أسمع من بعض الإخوة أنه إذا استجدت مسألة مشكلة في بلد من البلدان تحتاج إلى اجتهاد، فإن الفتوى مكلف إلى مجتهدي أهل ذلك البلد دون غيرهم، ما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟ رأيي أن الإنسان ما يتدخل في الأمور التي لا يحسنها وليست من اختصاصه، ما فيها الله يدخل نفسه تحليل وتحريم، وهو ما وكل إليه هذا الشيء، هو بعافية. الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، الواحد يروحها لأخيه ليسلم منها، خلك تتدخل وتقول هذا حلال وهذا حرام. أما من وكل إليهم الأمر فيلزمهم أنهم يبحثون، يلزمهم أنهم يبحثون لأن هذا مهمتهم ووكل إليهم الأمر، ولا يسوغ لهم أنهم يتخلون ويتركون الأمر، لا بد أن يجتهدوا ويبحثوا. وأما من لم يوكل إليه الأمر فهو في عافية، لا يدخل في هذه المواضيع. الذي يخاف على ذمته ويخاف على دينه ما يدخل في أشياء ليست من اختصاصه. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور لها ضوابط ولها حدود، والإنسان ما دام بعافية لا يدخل نفسه في أمور الفتوى والحلال والحرام.